تحياتي واهلا بكم في فيديو جديد وحلقه جديده اللي كتجي قبل مباراه المنتخب الوطني المغربي. هذه الحلقه كتجي قبل ماتش المنتخب مع الباراغواي من بعد الربح الكبير، خلينا نقول الكبير، اللي كان قدام تشيلي. هذه المره غادي يلعبوا قدام الباراغواي بنفس المعنويات بنفس التطلعات، واللي هي انتصار ان شاء الله نحققوه باش يكون انتصار ثاني في عهد المدرب الجديد وايدر كراكي. ففي هذه الحلقه غادي نحاولوا نهضروا ونتوقعوا ونقولوا التشكيل الاقرب والانسب اللي غادي يبدا به وليد الكراكي الماتش ديال الباراغواي. لكن قبل وكيف العادة ضروري انكم تابونوا في القناة، تضغطوا على جيم، ويلا نبداو. اهلا بكم جديد. المغرب الباراغواي، المباراه الاعداديه الثانيه لوليد الكراكي لكاس العالم. كيف كنسميها دائما انا؟ كنسميها مباراه اعداديه وماشي مباراه تجريبيه، مباراه وديه اعداديه، يعني كنوجدوا بها لكاس العالم وماشي كنجربوا اللاعبين كيف كيعتقدوا بزاف ديال الناس. وهذا الشيء اللي غادي يخلي وليد الكراكي في هذا الماتش ربما يعتمد ديك المقوله اللي كتقول ما كنبدلوش الفريق اللي كيخسر. يعني انت توفقتي في اول ماتش ديالك، الخيارات ديالك كانت صائبه وكانت صحيحة، فكنظن انه صعيب وصعيب بزاف اننا نشوف وليد الكراكي كيبدلها الا بعض المراكز اللي ربما يشوف انه الا غيرها يقدر يجيب بيرفورمانس اعلى ويقدر يعطي اللاعبين فيها يعطيو بشكل اعلى. فهنا وليد الكراكي كيف قلت غادي يعتمد نفس التشكيل وغادي يعتمد حتى نفس الرسم التكتيكي، واللي هو 4-3-3، داك الثلاثي ديال خط الوسط اللي كان الراس ديالو التحتاني هو سفيان امراوط، واللي كيتحول دائما في الهجوم 4-1-4-1. وكيف العاده نمشيو وبالزربه نبداو بحراسه المرمى. حراسه المرمى اللي ما كتغيرش لا من المدرب للمدرب ولا من ماتش لماتش، دائما ياسين بونو في الموعد، الحارس اللي دائما كيكون في الموعد. ياسين بونو اللي كيف شفنا في الماتش ديال تشيلي جنبنا هدف التقدم ديال تشيلي، في اللقطه ديال الانفراد ديال لاعب تشيلي ياسين بونو كان في الموعد وجنبنا هدف وجنبنا سيناريو اللي بكل صراحه هنا غادي نفتح واحد القوس وغادي نهضر معكم على انني هذا السيناريو نتمنى ربما نشوفه في هذا الماتش ديال الباراغواي، لانه سيناريو غادي نعيشوه مؤكدا في كاس العالم، وهو سيناريو اننا نتخلفوا في النتيجه. شفنا الماتش ديال تشيلي كنا متعادلين تقدمنا، شفنا اللاعبين كيزيدوا يتحمسوا وكيزيدوا يعطيو باش يزيدوا الهدف الثاني. لكن بما انها مباريات كيف قلت اعداديه، فخصنا نتعدوا لهذا السيناريو ديال اننا نكونوا متاخرين في النتيجه وما نكرهش انا نشوف المنتخب ديال الباراغواي كيتقدم علينا باش نشوف رده الفعل ديال اللاعبين اولا على ارض الملعب وايضا ديال وليد الكراكي من مقاعد البدلاء، نشوفوا شنو غادي يدير، كيفاش غادي يفكر وكيفاش غادي يواجه هذا التاخر في النتيجه. هذه حاله يمكن توقع وكيف قلت غادي توقع في كاس العالم، اذا نتمنى نشوفوها دابا باش نكونوا موجدينها بما اننا كنوجدوا في هذه المباريات الكاس العالم. من حراسه المرمى نمشي لخط الدفاع. خط الدفاع اللي كما هضرت عليها في التحليل اللي كان مور الماتش قلت انه هو الخط الوحيد اللي ما تبدلش في الماتش ديال تشيلي. وليد الكراكي ما قاصوش الرباعي ديال الدفاع، خلاه هو هو، وهنا وليد الكراكي كيعطيك واحد الاشاره باينه على انه هو هذاك الرباعي اللي غادي يثق فيه، هو هذاك الرباعي اللي غادي يكمل به، هو هذاك الرباعي اللي غادي نشوفوه اساسي في كاس العالم. هذا الرباعي اللي فيه كاظهره ظهير ايمن اشرف حكيمي، الظهير الذي لا يمس، ماشي حيث هو اشرف حكيمي لكن بالمستوى ديالو بالمستوى اللي كيعطيه ما يمكنش يتبدل. وفي الظهير الايسر كان نصير مزراوي، نصير مزراوي اللي قبل الماتش كلنا كنا كنقولوا ملي شفنا التشكيله كنا كنقولوا واش يمشي حكيمي اللي يلعب كظهير ايسر، لكن جر الكراكي واكد لنا في المؤتمر الصحفي قال انا سولتهم بجوج شكون اللي بغى يلعب كظهير ايسر، ونصير مزراوي تقدم هو الاول وقال نلعب كظهير ايسر. ونصير مزراوي كان متاكد من داكشي اللي كيقولوا وبكل صراحه عطانا مستوى عالي ديال الظهير الايسر، مستوى اللي كنا دائما كنطمحوا ليه وكنتمنوا نشوفوه في ظهير المنتخب الوطني المغربي. بقينا كنتسناو حتى جا نصير مزراوي باش يعطينا هذا المستوى وحتى هو لا يمس. والثنائيه ديال الدفاع سايس وداري شفناهم في اول ماتش ما كانتش عندنا ملاحظات كبيره عليهم، ما كانش داك الانسجام 100%، لكن ما يمكنش نقولوا عليها على انها ثنائيه اللي كانت ضعيفه. وبكل صراحة أفضل ثنائية حاليا متاحة في المنتخب الوطني المغربي هي أشرف داري مع رومان سايس، حتى بالعودة ديال أكراد كنظن على أن أشرف داري
غادي يبقى اساسي جنب الكابيتانو رومان سايس، وبهذا غادي نكون الدفاع ربما الا ما جاتش بعض الاصابات الدفاع سالينا معاه، وعرفنا الدفاع ديال كاس العالم من خلال المباراه التجريبيه الاولى اللي كانت قدام الشيلي، والتاكيد غادي يكون قدام الباراغواي وتسناو الماتش. نمشي لخط الوسط، خط الوسط اللي كيف قلت كيتكون من ثلاثه ديال اللاعبين ثلاثي على شكل مثلث، الراس ديالو التحتاني غادي يكون حتى هو لا يمس ولا يغير سفيان امرابط، لان بكل صراحه في المنتخب حاليا ما عندناش لاعب بالقيمه ديال سفيان امرابط، ما عندناش لاعب عنده داكشي كامل ديال سفيان امرابط. الا كان عندنا لاعب كيقدر يخرج الكره فما عندناش لاعب مزيان في قطع الهجمات، وسفيان امرابط كيف شفناه تطور بزاف في قطع الهجمات، وايضا حتى مع فيورنتينا انا كنشوفه من اسبوع لاسبوع تطور بزاف في اخراج الكره، وهذا الشيء اللي كيخليه دائما كما شفنا في الماتش ديال الشيلي وكما شفنا في ماتشات قبل كينزل وسط قلوب الدفاع، كينزل ويوقف ما بين سايس وما بين داري باش هو يستلم منهم الكره ويعمل على الاخراج ديالها. قدامه ثنائي اللي غادي يكون قدامه كان عز الدين اوناحي، عز الدين اوناحي اللي بكل صراحه تكنيسيان في خط الوسط، عز الدين اوناحي اللي فيه بزاف من بارك بوصوفا وبزاف من بالهنده وبزاف من الاحمدي، اوناحي كتشوف فيه هاد ثلاثه اللاعبين مشتركين، لاعب اللي كيعاون في الدفاع كيعاون في الهجوم، وحتى هو ما نظنش انه يغيره. جنب اوناحي كان اللاعب سليم املاح، سليم املاح اللي بكل صراحه الماتشات ديالو مع المنتخب دائما كنت كنقول على انه مزيان، الا في هذا الماتش ما عرفتش واش المستوى ديال اللاعبين اللي كانوا معاه كان اعلى، وخلاني نقول على انه كان ما بين اضعف اللاعبين، وهنا غادي نقول هو اللي غادي يكون التغيير ديالو الاول ديال وليد الكراكي، وغادي يدخل بلاصتو عبد الحميد الصابري. علاش عبد الحميد الصابري بالضبط؟ ماشي حيت سجل الهدف، لانه كمهارات وكقيمه فنيه كاين حتى امير حارث ربما يقدر يدخل اساسي في هذا المركز، لكن عبد الحميد الصابري لان البروفايل ديالو بروفايل اللي كيمزج ما بين الدفاع والهجوم، وحنا عارفين الركراكي كيقلب هذوك اللاعبين اللي غادي يكونوا في خط الوسط جنب امرابط يكون عندهم هذه الميزه انهم قادرين يعاونوا دفاعيا وايضا هجوميا، خصوصا اننا عارفين الاظهره ديالنا كتقدم وكتحاول تهجم، فخاص اللاعبين ديال خط الوسط قبل الاجنحه يغطيو هما الاولين يكونوا كيغطيو، وهنا كيف قلت ربما نشوفوا عبد حميد الصابري كأساسي. من الثلاثي ديال خط الوسط غادي نمشي للثلاثي الهجومي، الثلاثي الهجومي غادي نبدا بالجناح الايمن، الجناح الايمن حكيم زياش رجع فما يمكنش ما تعطاش الفرصه، ما يمكنش ما يكونش اساسي، وبالقيمه ديال حكيم زياش وبداكشي اللي داروا في الماتش ديال الشيلي فبكل صراحه حكيم زياش غادي يكون اساسي حتى في هذا الماتش ديال الباراغواي، الا حاجه واحده البارح حكيم زياش كانت عنده واحد الاصابه طفيفه غير واحد الالم ما تريناش، فإلا رجع وترينا هذا النهار الا ترينا مزيان وما كانت عنده حتى شي حاجه وكان تاكيد من طبيب المنتخب فهو اللي غادي يكون اساسي، والا لو ان حكيم زياش تصاب فكنظن ان البديل ديالو ربما يكون هو عبد الصمد الزنزولي، لكن حتى لدابا زياش هو الاساسي الجناح الايمن ديال المنتخب الوطني المغربي. من الجناح الايمن غادي نمشي للجناح الايسر، في الجناح الايسر شفنا رجل المقابله، شفنا افضل لاعب، شفنا اللاعب اللي كيعطيك مراوغات، لاعب اللي كيعطيك تسديدات، لاعب اللي كيعطيك تمريرات حاسمه، ولاعب اللي شفناه بزاف كيفتح لك المساحات، شفنا الطريقه ديالو باش كان كيفتح الحكيم زياش وكيغير اتجاه اللاعب. انا كنهضر على سفيان بوفال واللي حتى هو غادي يبقى اساسي. كاين لاعبين ربما يقدروا يعطيوك داكشي اللي عطاك سفيان بوفال، كاين كيف قلت الزلزولي، كاين بوخلال، كاين بزاف ديال اللاعبين يقدروا يعطيوك بحال داكشي ديال سفيان بوفال، لكن في هذا الماتش وفي الماتش اللي فات الركراكي كنقولها وكنعاودها ما كيجربش بل كيوجد الفرقه اللي غادي تلعب في كاس العالم، وهذا الشيء اللي ما غادي يخليه ما يديرش تغييرات كثيره. ومن الجناح الايسر نمشي لراس الحربه، راس الحربه اللي بزاف ديال الناس ما كانوش راضيين عليه قبل المباراه ديال الشيلي ومن بعد المباراه ديال الشيلي، وهنا كنهضر على يوسف النصيري، فواش يستمر يوسف النصيري كاساسي خصوصا من بعد التصريحات اللي كانت من بعد الماتش اللي هضر عليه الركراكي وقال على انه دار داكشي اللي مطلوب منه، قال على انه كان كيضغط على الدفاع وعلى خط الوسط ديال منتخب تشيلي وكان كيتحرك لصالح المجموعه، لكن رغم هادشي كامل وبكل صراحه انا كنعتقد على انه غادي يغيره وغادي يجرب راس حربه جديد، وربما هاد المره يعطي الرسميه لوليد شديره اللي شفناه فقط في ربع ساعه، واللي بكل صراحه شديره ما قنعنيش في ديك الربع ساعه شخصيا، لكن كنعتقد على ان وليد الكراكي غادي يعطيه الفرصه باش يلعب المباراه من الاول ديالها باش يبين داكشي اللي عنده، خصوصا انه في الماتش اللي فات ما استعملش رايان مي، وهادشي اللي كيبين على ان رايان مي ربما يكون هو اللاعب الثالث
في عقل وليد الركراكي. حتى لهنا غادي نكون استعرضت معكم التشكيله الاقرب والانسب والمتوقعه كيف قلت من وجهه نظري باش يبدا بها غدا ان شاء الله المنتخب الماتش ديال الباراغواي. الاهم كيف العاده هو الراي ديالكم نتوما، شاركوا معايا في التعليقات، ما تنساوش ضروري ضروري انكم تابوناو في القناه، ضغطوا على جيم، وما بقى لي غير نقول لكم تهلاو.